أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية. في النصف الأول منها نسلط الضوء على مبادرة إفشاء السلام لوقف ظاهرة العنف في المجتمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وفي النصف الثاني من البرنامج نسلط الضوء على المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج والذي أنهى أعماله في اسطنبول قبل أيام، ونبحث في الإنجازات ونناقش التحديات التي يواجهها المؤتمر. ولكن كما هي العادة نبدأ بموجز لأهم الأخبار الفلسطينية لهذا الأسبوع. شيعت جماهير حاشدة وغاضبة في محافظة جنين جثماني عبد الله الحصري وشادي خالد نجم اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشهداء في مخيم جنين. واندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم في الضفة الغربية مع قوات الاحتلال التي دخلت بهدف تنفيذ حملة اعتقالات. قالت لجنة دعم الصحفيين الحقوقية إنها رصدت 85 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر فبراير الماضي. أكدت هيئة شؤون الأسرى أن وحدات إسرائيلية خاصة اقتحمت سجن عوفر غربي رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الأسرى والقوات المقتحمة. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجن نقلت عدداً من أسرى حركة الجهاد الإسلامي لزنازين الحبس الانفرادي. أصيب عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وكانت مواجهات اندلعت بعد أن اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في باب العمود. وبعد هذه الجولة الإخبارية نذهب مباشرة إلى مواضيع حلقتنا ونبدأها من داخل الخط الأخضر. واصلت لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا تحركاتها لتنسيق الجهود لإنهاء ظاهرة العنف التي تشهدها تجمعات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. شكلت اللجنة مجموعة لجان محلية في المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية في الداخل، والتي ستلعب دورا ميدانيا في توعية الشارع الفلسطيني حول حقيقة ظاهرة العنف. وأكد رئيس لجنة إفشاء السلام الشيخ رائد صلاح على أهمية المبادرة في وقف الظاهرة الغريبة في المجتمعات الفلسطينية، وقال إنه مشروع كبير ومتفرع ويحتاج إلى الصبر قبل الحديث عن النتائج. وتعمل لجنة إفشاء السلام على عقد مؤتمرات فرعية في المدن والقرى ذات الأغلبية الفلسطينية كمقدمة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه كافة الفعاليات الشعبية والدينية والسياسية والشبابية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة إفشاء السلام. أهلا بك معنا شيخ رائد. بداية، ما هي لجنة إفشاء السلام وأهداف هذه اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على هذا اللقاء. ثم بعد توكلي على الله تعالى أقول لجان إفشاء السلام هي لجان منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني. فكرة هذه اللجان هي أن نقيم لجنة إفشاء سلام محلية في كل بلدة من بلداتنا في الداخل الفلسطيني، ولو كان عددها 1000 أو أقل أو أكثر. وهذه اللجان نجتهد أن تكون ممثلة للبنية الاجتماعية في كل بلد من بلداتنا، ولذلك قد تكون بعض هذه اللجان فيها من الأهل المسلمين والمسيحيين والدروز، قد يكون في بعض هذه اللجان عمليات سياسية من كافة الأحزاب الممثلة في لجنة المتابعة العليا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نطمع أن نقيم قيادة دينية عامة تكون مساندة للجان إفشاء السلام،
وهذه القيادة الدينية العامة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والدرزية، وبدأنا في مؤتمرات لبناء هذه القيادة العامة. إضافة إلى ذلك سنقيم لجان إفشاء سلام شبابية ولجان إفشاء سلام مدرسية في كل مدرسة في الداخل الفلسطيني منذ المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية. هذه تقريبا الهيكل العامة التي سنعمل عليها في موضوع مسيرة لجان. طب ما هي المهمات شيخ رائد؟ يعني ما الذي أدى لتشكيل هذه اللجنة، لجنة إفشاء السلام في هذه المناطق؟ تمام، هذا هو السؤال المركزي الذي تفضلت به وهو الأساس. دعيني أقول الفرع الأول من سؤالكم، مهمات هذه اللجان تقوم على استراتيجية من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي خطوة لقائية، الخطوة الثانية خطوة علاجية، الخطوة الثالثة هي خطوة الردع. الخطوة الوقائية باختصار هي أن نقيم كل نشاط تطوعي اجتماعي ثقافي ديني، أي نشاط من شأنه أن يساعد على إفشاء السلام وقيم الصلح والتغافر والتسامح في مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني على قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج. الخطوة الثانية العلاجية، لأننا نؤمن مهما بذلنا من جهود لن نصل إلى مجتمع مثالي، وستكون هناك خلافات، ولذلك تأتي الخطوة العلاجية من أجل أن نقيم لجان إصلاح لعلاج كل هذه الخلافات وهي في مهدها قبل أن يتسع الخرط وتكون هناك نتائج كارثية على مجتمعنا على قاعدة داوي جرحك قبل أن يتسع. الخطوة الثالثة خطوة الردع هي أن نتساعد مع كل الرؤساء السلطات المحلية العربية، مع لجنة المتابعة، مع اللجنة القطرية، من أجل أن نمارس بكل أسلوب مشروع قانوني الضغط على المؤسسة الرسمية الإسرائيلية حتى تقوم هي بهمة الردع، وذلك بأن تقوم بجمع السلاح الأعمى الذي انتشر في الداخل الفلسطيني، وأن تقوم بمهمة الردع في قضية الأحكام التي يجب أن تفرض على من يرتكبون الجرائم في مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. أيضا أكبر شيخ رائد، عن حقيقة ظاهرة العنف فعلا داخل مناطق الخط الأخضر، إلى أي مدى هي موجودة؟ الحقيقة هذه الظاهرة هي مقلقة جدا لكل فرد فينا على صعيد الرجال والنساء والكبار والصغار، على صعيد القيادات الدينية والسياسية والتعليمية والاجتماعية. هذه الظاهرة تفاقمت وبدأت ككرة سلب تكبر يوم بعد يوم منذ عام 2000 فصاعدا. منذ عام 2000 فصاعدا بدأت دالة عدد ضحايا العنف في الداخل الفلسطيني تزداد عام بعد عام، حتى أصبحت رقما مقلقا بكل معنى الكلمة، وحتى أصبحنا نفجع، وبكل معنى كلمة نفجع ولا أبالغ، بدأنا نفجع في الضحايا التي تكون نتيجة مرة لظاهرة العنف على امتداد كل الداخل الفلسطيني بدون استثناء. باتت هذه الضحايا يعني تعود على نفسها مأساة هذه الضحايا في فترات. ما الأسباب لهذه الظاهرة؟ الحقيقة يعني هذا الذي تفضلت به السؤال لا شك هو سؤال هام جدا يطول الحديث عنه، ولكن أقول باختصار الذي يلفت الانتباه أن هذه الظاهرة مرة واحدة انفجرت كقنبلة موقوتة بعد عام 2000 بالضبط. في هذا العام كان هناك هدة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني التي قامت بحدث واضح جدا، وهو تأكيد تلاحمنا الأبدي مع قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين. فجأة بعد هذه الهبة بدأت هذه الظاهرة تتفاقم يوم بعد يوم في الداخل الفلسطيني، ولذلك يعني ذهب الكثير من محللين وحتى
اصحاب مراكز الاستطلاعات والباحثين منا في الداخل الفلسطيني، كان هناك نوع من معاقبه مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، بدايه على هبه القدس والمسجد الاقصى من قبل بعض الاظهر الرسميه في المؤسسه الاسرائيليه. والذي يعني يزيد من هذا التحليل وهذا الاتجاه هي قضيه انتشار السلاح الاعمى يعني ساعطي رقم قد تتفاجئون منه، هناك انتشار للسلاح الاعمى بمئات الاف قطع السلاح. يعني الانفلات الامني، اعذرني على المقاطعه شيخ رائد، يعني الانفلات الامني في هذه المناطق تحديدا مناطق الخط الاخضر هو مقصود من قبل الاحتلال الاسرائيلي. نعم، هناك من وصل الى هذا التحليل في هذا التوجه لهذه القرائن التي يعني وضعتها امامكم من خلال دراسات الباحثين الكثر من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. لذلك يعني نحن نواجه ظاهرة مركبة جدا وشائكة جدا وخطيرة جدا، وجئنا كلجان إنشاء سلام محلي للقيام بهذه الاستراتيجية التي شرحت عنها بنقاط سريعة. طيب هل تتوقعون شيخ رائد صلاح الاستجابة، التعاون معكم خاصة من قبل جيل الشباب في هذه المناطق؟ نعم طبعا، هذا السؤال هام، وأؤكد أن من ضمن لجان إفشاء السلام التي سنقيمها هي لجان إفشاء السلام الشبابية. لماذا؟ لأن الدائرة المهددة بالخطر في كل هذه الظاهرة هي الشباب. صحيح، ولا بد أن نقيم لجان إفشاء السلام الشبابية كي نكون على علاقة متواصلة حية متلاحمة دائما ما بين لجان إنشاء السلام المحلية وما بين جيل الشباب في كل بلد بإذن الله تعالى. وما ألاحظه من خلال المؤتمرات الإقليمية التي عقدناها حتى الآن ما قبل المؤتمر العام الذي سيكون بعد شهرين تقريبا إن شاء الله، ما ألاحظه أن هناك تفاعل طيب إيجابي مبشر بالخير من قبل كل مجتمعنا بفكرة إقامة لجان إفشاء السلام. لجنة المتابعة العليا تدعم هذا المشروع، اللجنة القطرية تدعم هذا المشروع، رؤساء السلطات المحلية عدد كثير منهم حضر هذه المؤتمرات وباركها، القيادات الدينية باركتها، ولا شك جيل الشباب جدا جدا مهتم بهذا المشروع وسيكون له دور السبق من حيث النشاطات في هذه اللجان. شكرا جزيلا لك الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة إفشاء السلام، وتمنياتنا بالتوفيق ونجاح هذه المبادرة وأفكارها. الآن ننتقل لفاصل قصير، نعود بعده لتسليط الضوء على المؤتمر الشعبي للفلسطينية الخارج.